يسأل متى أعفو ومتى أسامح أو أعاقب، سواء في حقي أو في حق غيري أو في حق المجتمع. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. العفو والسماح والتجاوز وعدم الوقوف أمام العقبات والمشكلات والجرائم، وتجاوز هذا مع أننا نكره الجرائم ولكن لا نكره فاعليها من ناحية الإنسانية، نكره فعلها ونكره القيام بها وحدوثها ونقاومها ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونبتعد عن كل هذا، إلا أننا نمتثل لأمر رسول الله: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هو أمرنا بهذا، أننا إذا اعترضنا وقلينا لا نقل إنسان ولكن الفعل، فهناك فرق بين الفعل والفاعل. استمرار هذا الفاعل في فعله، نستمر معه في عدم الاستجابة إليه، لكن هو في ذاته لا نكرهه. وهذا هو الملمح الذي دفع سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يستغفر لأبيه. سيدنا إبراهيم منور ولا يكره أباه بالرغم مما يفعل، لكن يكره فعله، ووصل بهم الحال إلى أن ألقوه في النار، ولكن بالرغم من ذلك يدعو له حتى يؤمر من عند الله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ونهاه عن ذلك فامتثل لأمر الله. لماذا؟ لأن الرجل لم يقلع عن الفعل القبيح واستمر على شركه وعلى غباوته وعلى طغيانه. والراجح عندنا أنه عمه. يقول: في حقي أو في حق غيري أو حق المجتمع والناس. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وفي بعد ذلك عدوان على القضية الكبرى للتوحيد وعلى إضلال الناس مع العلم، ومن منطلق الحسد والغل والفساد. وبالرغم من كل ذلك لم يأمرنا إلا بالعفو والصفح. أتذكر عندما ذهبت إلى الشيخ محمد الحافظ التيجاني رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، سألت عدة أسئلة كثيرة، منها: حديث تكبروا على المتكبرين فإن ذلك ذلة لهم. فقال: ليس بحديث. قلت: ومعناه؟ قال: ولا تتكبر ولا حاجة، ببساطة كده. إيه تكبروا على المتكبرين؟ ما أنت يبقى وقعت في نفس الذنب اللي هم وقعوا فيه، ولا تتكبر ولا حاجة. فلخص بذلك كثير من طريق الله سبحانه وتعالى.